غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الفضلاء ضم أمورا من أمور العقيدة وأمرا من أمور منهج الناس في هذه الحياة الدنيا، وبعض الأمور التي تتعلق بتقوية كلمة المسلمين وجمع كلمة المسلمين حتى تشتد كلمتهم. الأمر الأول في هذا الحديث من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويكره، والدليل هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة. فمن صفات الباري تبارك وتعالى أنه يرضى، ومعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة على ما يليق بالباري تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. لأنه إذا جاء الخبر عن الله فلا يملك المؤمن إلا أن يصدق خبر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا بد نؤمن بهذه الصفة العظيمة. وأهل السنة والجماعة مرجعهم في معرفة الأسماء والصفات الكتاب والسنة، وليس الأهواء والعقول والذوق والحس كما يفعل أهل البدع من الجهمية والمتصوفة وغيرهم من أهل البدع والضلال. يقول لك الصفات العشرين منها كم صفة هذه الواجبة في حق الله وكم كذا المستحيل في حق الله، من غير هدى ولا علم ولا كتاب منير. فدي مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية أن مما يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، وإذا رضي الله عز وجل شيئا لعباده فإن فيه مصالح الدنيا والآخرة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. مما يرضاه الله لعباده أن يعبد العباد ربهم تبارك وتعالى وأن لا يشركوا بالله عز وجل شيئا. وهذه كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، ما في نبي من الأنبياء إلا وجاء بما يرضاه الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى نهاية هذه القصة العظيمة والتي جاءت في سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة الأعراف وفي غيرها من سور القرآن. نبي ثاني إذا رجعت لقصته نبي الله هود عليه السلام، ربنا قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شاكد يا أخوان جن والإنس إلا ليعبدون. قبل شوية واحد من أخواننا جزاه الله خير قام قال لنا مقال لواحد صوفي ما بعرف اسمه منو، قال: الوهابية ديل غزوا البلد لغاية منهج الروضة، قال بسؤال وجواب: أين الله في السماء؟ قال ده منهج الروضة باطل. قال والله ده صوفي غايز المنهج بتاع الروضة، ولسه جوك عندنا شفاع صغار عندهم راي في الروضة ذاتها، اصبر لسه الموضوع جايك، انت ما شفت الحاصل فهمت؟ فقال قال يا
لماذا خلقنا الله زعلان من الموضوع ده؟ خلقنا للعبادة. طيب الصوفي لا يعني انت موضوعك ما في المنهج. انت يا صوفي قل لنا القرآن ده، انا عندي فوق رأي عديل، لكن انت قل لي عندي رأي في المنهج. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ من هو الذي في السماء؟ هو الله كما قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية، فهمت؟ وغير من الأدلة الكثيرة جدا المتواترة في الكتاب والسنة على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. فده ظل مغيوظ، مغيوظ من حق الله سبحانه وتعالى إنه ربنا خلقنا للعبادة. ربنا خلقك عشان تصرف له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده الدين القيم، الدين الذي يرضاه الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لكن تعال شوف الطرق الصوفية في السودان إلى ماذا أو إلى أي درجة وصلت. كتاب سراج السالكين لواد بدر، الأولياء بيتحكموا في الكون، فهمت؟ الأولياء بيتحكموا في الكون. أحمد الطيب البشير في كتاب سراج السالكين ملك الكون 33 سنة ولم ينقص منه جناح بعوضة. عشان كده البرعي يمدح شيخه في كتاب الكتاب بتاع أعلام الطريق، قال حسن سيدي أبكم، حسن فوق الكون متحكم، حسن كم نطق متبكم، إلى آخر الكفر الذي هدى به هذا الشاعر الدجال البرعي، فهمت؟ قال حسن متحكم فوق الكون، فهمت؟ وده تلقاه في القادرية وتلقاه عند الطريقة الختمية، إنهم بيقطعوا الرؤوس وبيرجعوها كما سمي العيدروس في كتاب فيوض البحور المتلاطمة شرح الراتب الكبير المسمى بالأنوار المتراكمة. قال إنه العيدروس سموه العيدروس لأنه قطع رأس بعض مريديه ثم أعاده، فسمي بالعيدروس الرجع الرأس. قال بيتصرفوا في الكون. الولي البعديو قال اسمه الولي عبد الله، عبد الله قال، قال لما دخل مشى اليمن، قال لما دخل عدن فقال يا سماء أمطري لبن. ابن عبد الله دخل عدن قال يا مطر أبقي لبن. ابن عبد الله يا أخواننا نازل ده بلفة بكم كرت يا سيدي، دي لا فيها بكم كرت يا زول، ده شنو داسي أسي؟ ده كلام بتاع زول نصيح، زول نصيح بيتكلم يقول للسماء أمطري لبن. لكن شوف التصوف، الزول لو داير يبقى صوفي تبعد الكتاب والسنة أول حاجة، تبعيد بعيد، بعد ذاك عقلك ده ذاته تخده في الشبشب وتمشي على المسجد بتاع أبوك الشيخ، فهمت؟ عشان الشيخ يغشك يقول لك نقل الخطأ نحو المسجد يمحو الخطأ، قال النبي. كذاب، النبي ما قال نحو المسجد، قال نحو المسجد، لكنهم قاموا قلبوه زي اليهود، قالوا لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهمت؟ والجهمية قال لهم قولوا استوى قالوا استولى، زي ما قال ابن القيم لا نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زايدتان، وزيد معهم السين بتاعت البرعي دي برضو زايدة، فهمت؟ فده كله كذب وباطل. يصوروا لك الأولياء بتاعين الشيطان بتاعينهم إنهم أولياء مصرفين في الكون، زي ما في كتاب قصيد ودرحمة ده تبع المكاشفية هناك تلقاه في جهة المناقل، قال قولت يا، بيمدح في المكاشي، قولت يا كالبرق لاح، أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح، يعني في أي محلة الشيخ ده بيلحقك. وزي ما قال الركيني الزول ده، فهمت؟ تقول كهربته زايدة ولا الحاصل عليه شنو، فهمت؟ الزول ده قال بيدعو الناس إلى عبادته من دون الله، يقول لك نادي ركينيك كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش، يعني طوالي الزول ده انت في محل ما كنت بيمرقوك طوالي. وهذا كله من الكذب والباطل والضلال. امشي افتح كتاب طبقات والضيف الله، الاولياء
بيحيوا الأموات. قال كما أحيا بنت الريس في الخشاب وأحيا عفيشة والدبكر، فهمت؟ قال من الكرامات الولي، قال كان ماشي ومعه المريد بتاعه، بعدين كانوا دارين يقطعوا البحر، كل حكاوي فارغة ساي. قال لما جاء يقطع البحر قال للمريد بتاعه محل ارفع كراعي تاخذ كراعك، فهمت؟ ولما تجي لما نجي نخش البحر ما تقول يا حي يا غيوم، تقول يا حي يا كيوم، والله الذي لا اله غيره، قاعد في الكتاب. قال فمشى مع الشيخ فقال المريد يا حي يا قيوم بالقاف، قال فغرق، فاخرجه الشيخ وقال لو قلت لك قل يا حي يا كيوم، فقال يا حي يا كيوم مرق. دي والله ده قاعد في طبقات والضيف الله، تقال الموضوع ده ما بقى فيه بلاغات كده، تقال نبقى نقول ساي الموضوع ده قايله ساي، جاهزين ذاته في محكمة في أي بتاع، جاهزين أفتح طوالي، جاهزين إن شاء الله، فهمت؟ لغاية ما تقول يا حي يا غيوم، والله ما نخليك، لغاية ما تدعو الله براو، وأسن شوية شوية الجماعة بدوا يدعوا، بيقوا يدعوا الله، يقول لك بيدعوا الله، وسوف هؤلاء الوهابية ندعو عليهم الله، أنت لو بتدعو الله أنا ما كان زنقتك من البداية، من البداية أنا ما كان بقيت لك في حلقومك، فهمت؟ ده نحن الحالة اللي وصلنا له ده ما وصل له أبو جهل ولا أبو لهب ولا غالط فيه والنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اللي بيقولوا ده لا أبو بكر الصديق لا عمر لا عثمان لا علي رضي الله عنهم ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبو عبيدة ولا بلال ولا سمية ولا أسماء ولا عائشة ولا خديجة ولا سودة ولا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. اللي بيقولوا ده أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط صناديد ورؤوس الكفار، ربنا قال بيقولوا ليك الله اللي بيعمل الحاجات دي، الله اللي بيتصرف في الكون، الله الخالقنا، الله الرازقنا، الله المدبرنا، الله اللي بيحيينا، الله اللي بيميتنا. بيقولوا المشركين الأوائل الما دارين يقروا به، والصوفية اليوم أقر به، والمشركون الأوائل الما دارين يقروا به، والصوفية اليوم أقر به إبليس، إبليس أقر به، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن تعال شوف الصوفية وشوف البرعي في كتاب ليك سلام مني، والله شيء يقطع القلب، يقطع القلب. وعواليك من أنصار السنة ماشيين ديلك، نحن مشكلتنا مع الصوفية حاجة بسيطة، لأنه الدينار بقى كثير عشان كده بتبقى حاجة بسيطة، دي حاجة بسيطة. البرعي قال شيخه خلق بخيتة، خلق بخيتة الشيخ، ها؟ قالوا مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، وجاب عبد المحمود نور الدائم الذي أصل للصوفية في السودان وغير السودان في كتابه أزاهير الرياض، الصفحة تقريبا 283 284 في أزاهير الرياض. قال من كرامات أبونا الشيخ، من كرامات تت الفلاتي الوالدة، قال من كراماته جاء واحد، فهمت؟ وقال له أنا داير لي دار، مرته قالت له دايرة خادم، دايرة خادم. قام شال معه فاس وتوب ومشى له شجر، قال وقطع عود على قدر قامة الإنسان، ثم أمرني أن أغطي الثوب العود بالثوب وأن أتنحى عنه بحيث أكون قريبا منه. ثم أخذ الشيخ سبحته وصار يذكر الله بهمة عالية، ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة ثلاث مرات، فتحرك العود وصار أمة. قال فأخذتها من يدها حتى أوصلتها إلى زوجتي فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. وربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شنو؟ من علق. ربنا سبحانه وتعالى قال قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. البرعي قال لك تت الفلاتي الآية دي ما خاشة معه، لأنه تت الفلاتي بخيتة من شجرة خلقها فقدرها،
الآية دي غلط. وخلق الإنسان من شجر، خالف الآيات العظيمة دي، الآيات الواضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما نجي نقول الحق ده الواضح ده، واحد يقول لك متشددين، نحن متشددين ولا دين خالفوا القرآن؟ يا محتال يا كذاب يا مفتري، أي واحد بيجي يجيب الكذب والبهتان والباطل على الدعاة. الداعية قال لك الآية قالت كده والبرعي قال كده، يا نبقى كفار نباري البرعي، يا نبقى مسلمين نباري القرآن. تيجي تقول له بالراحة، الداعية ده شايل له حقنة بتاعت بقر عشان تقول له بالراحة؟ أو يقول لك هؤلاء يتكلمون في القضايا الخلافية. هل في خلاف يا أخو مسلم يا أنصار سنة يا مطر أحمد إبراهيم ومحمد اللمين إسماعيل وأنصار السنة كلهم، هل في خلاف إنه غير الله سبحانه وتعالى بيقدر يخلق؟ في خلاف؟ طيب المسألة دي خلافية كيف؟ المسألة دي خلافية كيف؟ اختلفتوا فيها مع ابن ذاته؟ إذا كان أبو، شوف المسألة دي ما خلافية حتى مع إبليس. إبليس مغير إنه المسألة دي مسألة بتاعت إجماع. يعني لو ربنا قدر إنه الإنس يجتمعوا مع الجن، وجاء إبليس هناك في الاجتماع ومعاه أنصار السنة ومعاه اليهود والنصارى والشيوعيين، إبليس بيقول لهم طبعا نبدأ بمسائل الاتفاق ونمشي قدام. من مسائل الاتفاق إنه غير الله ما بيخلق. ممكن يقوم له صوفي وبعد ذاك أنصار السنة يقول لهم طبعا لابد من الحل الوسط ونحن نبقى جميعا سوا. دي مسألة خلافية؟ دي مسألة بتاعت خلاف إنه غير ربنا سبحانه وتعالى بيخلق؟ غير ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يأتي بأقل أقل أقل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون؟ ربنا قال في سورة الحج يا مطر أحمد إبراهيم، ديل أنصار السنة مشوا لأبو زبد هناك جناح الإصلاح، فهمت؟ ومشوا قالوا نحن خلافنا مع الأخوان المسلمين وأنصار السنة وأنصار السنة الصوفية خلاف في مسائل بسيطة، بنقعد في الواطة بنحلها، فهمت؟ بنقعد في الواطة بنحلها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله الرسل والأنبياء والصالحون والطالحون وجميع الخلق، ربنا سبحانه وتعالى قال لن يخلقوا ذبابا، ضبانايا واحدة ما بيقدر يخلقوها، ولو اجتمعوا له، لو عملوا اجتماع ما بيقدر يخلقوا ضبانايا واحدة. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب، يقلع منهم الضبانة، تقلع تقعد في أكل أنصار السنة وأكل البرعي وأكل الفاتح البرعي وأكل الكباشي وأكل حسن وتحسونة وأكل الخنجر وأكل الإزيرك، كلهم الصوفية دين وغير الصوفية، تجي في الأكل بتاعه وتقلع منه وما بتستأذن منه. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا ناس دي أمور بتاعت عقيدة ربنا رضاها. جاء أنصار السنة قالوا خلافنا مع الصوفية خلاف بسيط. الجوطة دي كلها عاملين جماعة أنصار السنة المحمدية والدعوة، وسوف نكون ركيزة وفي الدرب ماضون وعلى الدرب سائرون، تقول الناطق الرسمي باسم نميري، فهمت؟ وبعد ده كله باع كله. أنا ما عرفت الدرب سائرون يا تدرب لغاية ما مشوا مع الأخوان المسلمين، ياهو درب المبتدعة ودرب العطالة ودرب الضلال، فهمت؟ ولذلك أخواننا دي مشكلة كبيرة، تمشي تترك دعوة الرسل ودعوة الأنبياء وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبيعه لمصالح دنيوية. أنصار السنة باعوا الشغلة دي مشوا هناك، ده كله عشان شنو؟ عشان يسووا شنو؟ ده كله عشان تجيهم معونات ومساعدات، لأنه في أخوان مسلمين دارين يلملموا الناس على غير هدى وبصيرة وبيدوك قروش، زي ما قال عبد الرحمن حامد أخواننا دين لما كانوا بيقروا معاه قال لهم يا أخواننا لو دارين قروش الزول يمشي يعمل لهم محاضرة في الشيعة ويوسغها ويمشي يرسل الكويت. الكويت هناك فيها الجنة، فيها الجنة فيها الثواب فيها الآخرة، هناك عشان قروش، عشان قروش تمشي تبيع دينك كله،
عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهمت؟ أنصار السنة ديل ذاتهم الليلة أنا لو بقيت مقرش ومشيت قلت لهم بدعمكم وكده بكرة بقول لك لابد من جرح أهل البدع ولا بد من الكلام في البرع والدعوة واقفة واقفة ولا أنت دار قروش ها؟ زول بس يكون مباري الدنيا بدل ما يتكلم في الحق ما يتكلموا في الناس الطعنوا في أبسط الأمور التي يعقلها أبلد الناس. فهمت؟ توحيد الربوبية. فهمت؟ عشان كده رب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الشرك كما في حديث ابن مسعود الذي هو في الصحيحين قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لربنا مماثل ومشابه ونظير وربنا سبحانه وتعالى لا له مشابه ولا له مماثل ولا له نظير بل الخلق خلقه والأمر أمره والكل عبيده وهم تحت قهره ومع ذلك يدعي بعض المجرمين وبعض المجرمون وبعض الكذب والفجر ما هو حق لله سبحانه وتعالى. يا غدال بيقوا يسبوا الدين عديد في كتاب تبرئة الذمة قاعد عندي الآن في البيت في نصح الأمة أفتح الكتاب آخر صفحة قال بذكر الله تزداد الذنوب. بذكر الله ده محمد عثمان عبد البرهاني بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذنوبك بكترن وبصيرتك بتتعمي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يجيب الرجل الأعرابي يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شوف الكلام ده كيف يجي بتاع البرهانية يقول بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها غروب. لما يجي واحد من الصوفية محمد الحضري في كتاب طبقات الشعراني ويقول من كرامات محمد الحضري زي ما قال الشعراني أنه قال كان يتكلم بكلمات لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء ومن كراماته أنه يوما سألوه الخطبة فصعد المنبر فقال بسم الله والصلاة والسلام فقال بسم الله وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر ده رسول إبليس ده رسول هو إبليس المجرم محمد الحضري الكافر الكلب محمد الحضري ده. فهمت؟ قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر فسل سيفه من الجامع فهرب الناس من المسجد. قال وقد حضر هذه وجاء أهل 40 أو 30 قرية كلهم يشهدون أن الشيخ قد فعل هذا الأمر في 40 أو 30 قرية. لما يجيك أحمد الطيب البشير ويجي يمدح البرعي يجي يقول لك يحضر مريد في القبر والشبير للحجة يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الخبير. فهمت؟ يجي يقول لك الولي من أولياء الصوفية بيحضر معك بل إنه شيخ غير إنه بيقبض روح الناس روح الناس ده كله في قبة الصوفية وبيطرد ملائكة الموت وهو ممكن يسألك وإذا مت ممكن يديك من عمره زي ما عمل أحمد الطيب البشير مع واحد اسمه الطيار ولا مين كده البقاري. فهمت؟ قال أحمد الطيب لما اندفنوا خلاص قال للناس فوتوا قال مشى يتكلم جنب القبر بتاع البقاري ده وفي واحد لابد له قال بيسمع في الكلام قام قال له طبعا انت فكي كبير وكده والناس بينتفعوا بيك فأنا دار اديك 30 سنة من عمري. ده الصوفية
ده دين هسي تقنع به كافر، ده دين يقنع به كافر هسي. قام قال له، قال له لا لا لا، البقاري قال له لا يا احمد الطيب، انت الغط وانت شمس الزمان ومين كذا العرفان والمزلقان الى اخر. قام قال له عليك الله، قال له لا لا ما في طريقه، قال له خلاص ودعتك الله وفات. احمد الطيب البشير لما يجي يقولوا له ولدك احمد لما اخذته الوعكه وجاءت ملائكه القبض لقبض روحه، قال لهم اما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ فهمت؟ قال وزعق بهم زعقه شديده، نهر الملائكه نهر شديده، الملائكه طوالي مشوا فاتوا، خلوا احمد الطيب البشير. ده شيخ البرعي، شيخ البرعي احمد الطيب ده. البرعي لما كان حي في الدنيا دي كان بيمشي يتبرك بقبر هذا الرجل الدجال المجرم الضال المنحرف، بيمشي يتبرك بقبره. فهمت؟ لما كان حي بيمشي يدعو الناس، قال الى الطيب، الى الطيب شنو كده ما عارف، ومشورتي في الناس ان يتطيبوا، كان بيدعو الناس لهذا الباطل. عشان كده اخواننا دعوه التوحيد هي من اعظم ما يدعو اليه الداعيه ومن اعظم ما يهتم به الداعيه، لانه نحن حصلنا مراحل بعيده جدا. ولو مشيت اذكر لك الكلام ده كلام بيطول، اختم لك بكلام جابوه في تبرئه الذمه. البرهاني طلع انه النبي صلى الله عليه وسلم هو الله ذاته، ومع انه الله ربنا بيتجسد في المخلوقات. قال جاء في حديث عن جابر، والحديث ما عنده اي اسناد ولا نسبه الى كتاب، ولن يستطيع ان ينسبه ولا الى كتاب ولا الى غير كتاب. قال قاعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وفي جابر رضي الله عنه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل جيب لي حديث او جيب لي وحي من البيت من البيت المعمور. هل النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي يقول لي الله او بيقول لي جبريل جيب لي وحي يرسله جيب لي وحي؟ كويس. قال مشى للبيت المعمور، استاذن، لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فوق. قال جبريل طوالي بسرعه جنازه للواطه. قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلسه. قام سال جابر قال له هل تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه؟ قال له لا. ثاني طلع فوق سريع لقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني جراجع سريع لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال له ما دام الامر منك واليك ففيما التعب؟ قاعد في تبرئه الذمه في نصح الامه. عشان كده الصوفيه ما بيقدروا يناقشوا، لانه نحن بننكت لك حاجات، ده غير الصعلقه، الصعلقه دي خليها براء. والصوفيه ديل عندهم صعلقه ورب السماء، لو جمعنا الشماسه بتاعنا السودان وقرينا لهم كرامه واحده بس في كتاب جامع كرامات الاولياء في ترجمه علي العمري، والله كرامه واحده ناخذها للشماسه ثاني يوم يخشوا الجوامع، والله ورب السماء. صعلقه من الله خلقك ما سمعت به، ده كله خليكم. لكن الشرك في الربوبيه والشرك في الاسماء والصفات والشرك في العباده والكذب على النبي عليه الصلاه والسلام لن تجد له مثيلا عند هؤلاء القوم، ما تلقى له مثيل. فهمت؟ ولذلك لابد من حرب هؤلاء المجارمه. فهمت؟ ده لابد من حربهم وبيان بيان باطلهم وكشفهم للناس، لانهم افسدوا العقول والاديان على خلق من المشايخ والعلماء والامراء وعامة الناس ما لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. وأقدم الشيخ مزمل فليتقدم مجزيا مشكورا.